النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. بعد 23 عاما من استضافتها النهائية للمرة الأولى، أنهت الإمارات استعداداتها لافتتاح كأس آسيا في كرة القدم المقررة غدا على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. الحفل ينطلق بدءا من 5:30 مساء بتوقيت القدس، وعلى مدار 13 دقيقة تسبق المباراة الأولى بين الإمارات والبحرين ضمن المجموعة الأولى. نحو 600 عارض سيقدمون 3 لوحات فنية، على أن يختتم الحفل بأوبرة يحييه الفنانون حسين جسمي وعيضا منهالي وبلقيس تحت عنوان زانها زايد، في إشارة إلى مؤسس البلاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. بعد ساعات على ارتفاع أصوات قطرية منددة بمنع دخول نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سعود المهندي العاصمة الإماراتية بسبب الأزمة الخليجية، وصل المهندي إلى أبوظبي ورد رسمي إماراتي من مدير بطولة آسيا عارف العواني. الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نفى ما نقلته الصحف القطرية مبررا أن البطولة تضم حكاما من مختلف الجنسيات والقطريين تحديدا. العواني قال أن الأزمة الدبلوماسية لن تؤثر في مشاركة العنابي لأن المنتخب يمثل شعب قطر لا أي جهة أخرى. وكانت صحيفة العرب عنونت في خروج سافر على الأعراف الرياضية الإمارات تمنع سعود المهندي من دخول أراضيها. العواني أشار إلى أنه جرى تداول هذا الموضوع لأغراض سياسية لابد أن تبعد عن الرياضة. بعدما حلت وصيفة في نسختين، تتطلع الصين إلى تتويجها الأول في كأس الأمم الآسيوية. في ظل الازدهار الذي تعيشه كرة القدم في بلد التنين وصرف الأموال الطائلة بهدف نقل اللعبة إلى مستوى عالمي. بعد الثورة المالية التي أحدثتها في عالم كرة القدم في السنوات الماضية، تخضع الصين لمجهر المراقبة في كأس آسيا للوقوف على نتائج ما رسمته الحكومة الصينية بإشراف رئيس الجمهورية شي جين بينغ، الذي قرر أن يجعل من بلده دولة عظمى في اللعبة الشعبية الأولى. بعدما استقطبت نجوم كرة القدم العالميين بفعل قوتها الشرائية الكبيرة، جاء الدور على اللاعبين المحليين الذين خاضوا غمار الدوري الصيني إلى جانب هؤلاء النجوم من أجل الكشف عن التطور الذي حققه التنين الصيني في السنوات الماضية. أعتقد أن كأس آسيا منافسة مهمة جدا لمنتخب الصين، وآمل حقا أن نقدم أداء جيدا. نعلم أن المهمة لن تكون سهلة في المنافسة على اللقب، لكننا نعد شعبنا أننا سنبذل جهدا كبيرا من أجل الوصول بعيدا في البطولة. الصين تدخل البطولة من دون أن تتذوق طعم لقبها، وقد وقعت في المجموعة الثالثة المحفوفة بالمخاطر إلى جانب كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيزستان المتطورة في الآونة الأخيرة. تدخل الصين البطولة بقيادة فنية إيطالية برئاسة المدرب المخضرم مارتشيلو ليبي. العجوز الإيطالي بات على دراية كاملة بكرة القدم الآسيوية، ولا سيما أنه قضى سنوات طويلة في الدوري الصيني، وهو يطمح لتسجيل إنجاز نوعي بأن يصبح أول مدرب يحرز كأس العالم وكأس آسيا. التنين الصيني يبدأ رحلته في البطولة أمام قرغيزستان في 7 يناير كانون الثاني في ملعب الشيخ خليفة الدولي في العين، وهو يفتقد خدمات قائد الفريق زانغ زي الذي طرد خلال آخر مباراة لمنتخب بلده في تصفيات المونديال الروسي. برغم عراقة أستراليا في كرة القدم ومع أنها تحمل لقب النسخة الماضية، لأن معظم الترشيحات تستبعدها عن منافسة الأمتار الأخيرة، الكنغر وصل إلى مقر إقامته في العين قبل أسبوع ويأمل الاستفادة من غياب الضغط النفسي على لاعبيه لترجمته إلى نتائج جيدة. لاعبو حامل اللقب ينتظرون باكورة مبارياتهم أمام الأردن يوم الأحد في أبوظبي ضمن المجموعة الثانية، لكن الفريق تعرض لانتكاسة جديدة بإصابة محترفي آرون موي لاعب هارتسفيل الإنجليزي ومارتن بويل نجم هايبرنيان الإسكتلندي. في هذا الدور تركيزنا سيكون على اللعب الهجومي، وهذا ما نعد له منذ فترة في معسكراتنا الأخيرة. جيد أننا نلعب بهذه الخطة بحيث نتحرك على راحتنا في المقدمة ونركز على تسجيل الأهداف. هذا هو الفارق الأكبر في هذه البطولة. التوقعات لا تعنينا، نحن نستعد ونركز على كل مباراة ونريد الفوز بكل مباراة بدءا من يوم الأحد، وسنرتقي على نحو تصاعدي وصولا إلى تحقيق أهدافنا.
كأس آسيا 2019 تخلط أوراق توتنهام الإنجليزي، ساهم الكوري سون هيونغ مين بإيصال فريقه إلى المركز الثاني خلف ليفربول بتسجيله 8 أهداف في 16 مباراة، لكنه الآن وبعد انضمامه إلى منتخب بلاده في الإمارات بات خارج حسابات مدربه موريتسيو بوتشيتينيو. غياب أكد المدرب الأرجنتيني أنه لن يجبر النادي على التوقيع مع مهاجم جديد في نافذة الانتقالات الشتوية. صحيح أن الوضع الحالي يحبطنا مع سون، لكننا لن نتخذ قرارا بسببه. قرار التوقيع مع مهاجم جديد نتخذه إذا كان سيحسن هذا اللاعب من فريقنا أو كان صفقة رابحة للنادي، ما عدا ذلك فإن الأمر مستحيل. عشية سفر بعثة منتخب لبنان إلى الإمارات زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لاعبين في آخر تدريباتهم على ملعب النجمة في المنارة. الحريري دعا لاعبين ليكونوا يدا واحدة مؤكدا أن حكومة بلادهم فخورة بهم ولديها كامل الثقة بهم وبأنهم سيرفعون اسم بلادهم في أول مشاركة للبنان من خلال التصفيات. كما تبادل الرئيس الحريري الأحاديث مع الجهاز الفني واللاعبين بشكل ودي ووعدهم بمكافأة سخية في حال تحقيق نتائج طيبة. زيارة الحريري تأتي بعد ارتفاع الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي بتقصير الدولة في دعم منتخب لبنان قبل استحقاقه المهم. نشكرك لدعمك وإن شاء الله نبيض وجه لبنان. إن شاء الله بيض وجه بكل حالاتكم عم بيض وجه. وأي شيء بدكم إياه لازمكم شيء. إحنا رئيس المطلوب مننا بالإذن من الشباب إنه نبيض وجه لبنان إن شاء الله، وبإذن الله أنتم بعدين ما حتأثروا مع هود اللعيبة لأنه هود كتير مظلومين وتعبانين بالبلد مثلهم مثل كل العالم إن شاء الله. علي هذا الموضوع. أنتوا كرامة ونحن نستاهل يعني. خلاص هيدا علي وعد مني لكم. أوكي شدوا حيلكم أنتوا ولعبوا وإن شاء الله نحن هود ناطرينكم. أوكي الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية. المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز عادت لتشتعل بعدما حسم مانشستر سيتي قمة اللقب وألحق أول خسارة بضيفه ليفربول المتصدر بهدفين لواحد في المرحلة 21. سيرخيو أغويرو وليروي ساني سجلا إصابتي سيتيزن الذي استفاد من عاملي الأرض والجمهور فضلا عن حنكة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، فيما لم يكفي هدف فيرمينيو فريق المدرب يورجن كلوب لدرء الخسارة. وكشف المدرب الإسباني أن فريق سيتيزنز سيواصل القتال للاحتفاظ باللقب ودعا لاعبيه إلى أن لا ينسوا أن الريدز لا يزال يتفوق بفارق 4 نقاط. بدوره أكد الألماني كلوب أن مواجهة سيتي كانت صعبة جدا وألقى باللوم على الحظ الذي جانب فريقه. اعترف كلوب بأفضلية سيتي خلال اللقاء وأشار إلى أن فريقه عاد وهدد مرماهم في الشوط الثاني. وفي الدوري الإسباني وصل ريال مدريد ابتعاده عن المنافسة فأهدر نقطتين جديدتين بتعادله مع مضيفه فياريال بهدفين في مباراة مؤجلة من المرحلة 17. انطلق اللقاء باحتفاء من النادي المضيف للفريق المتوج بطلا للعالم للأندية. وبرغم البداية المثالية للميرينج الذي تقدم سريعا عبر بنزيما ثم فران، إلا أن الفريق الأصفر أدرك التعادل عبر نجمه الدولي السابق سانتي كاتورلا، ولم تقتصر خسارة ريال عند نقطتين، سيفتقد الويلزي جاريث بيل الذي تعرض للإصابة خلال الشوط الأول. محمد مزيان لاعب مغربي جديد يستعد للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، وأعلن النادي الملكي التعاقد مع لاعب ميليليا اليافع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء. وسينتقل مزيان إلى فالديبيباس وهي مدينة ريال الرياضية للالتحاق بفريق الشباب مع فرصة المشاركة مع الفريق الأول. ديربي الدوري المغربي بين الوداد والرجاء قائم في موعده يوم الأحد المقبل في ملعب مراكش في لقاء مؤجل من المرحلة 10 من الدوري. الاتحاد المحلي رفض طلب الناديين تأجيل اللقاء المنتظر، وجاء القرار لتثبيت اللقاء بسبب برمجة مباريات البطولة لا سيما في ظل إقامة أمم أفريقيا الصيف المقبل. وسيجري تخصيص 30,000 تذكرة للمواجهة فيما قرر إلتراس الفريقين المقاطعة احتجاجا على نقلها إلى خارج الدار البيضاء.
كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة، بأمان الله.